في شأن آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تنوي تفعيل آلية سناب باك لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي تم تعليقها في السابق. وتتيح آلية سناب باك إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. اليوم أصدرت توجيهات لوزير الخارجية مايك بومبيو لإبلاغ مجلس الأمن بنية الولايات المتحدة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة التي كانت مفروضة على إيران وتم تعليقها من خلال تفعيل آلية سناب باك. وكنت سحبت الولايات المتحدة قبل عامين من الاتفاق النووي الكارثي الذي يمثل السياسة الخارجية الفاشلة لأوباما وبايدن، والذي دفعنا بموجبه أموالا طائلة مقابل لا شيء.